بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا بعد ما حطيت البصل ثوم فخات تاع الدجاج، نحط الزيت 6 ملعقات زيت، ملح، فلفل أسود، هنا بعد ما تقلى الدجاج مع البصل نزيد نضيف عليهم ملعقة كبيرة طماطم مصبرة، هنا بعد ما تقلى الطماطم مع الدجاج نمرق بالماء ساخن كالعادة. بسم الله. وهنا بعد ما حطيت الماء يغلي وحطيت له الزيت والملح نضيف الروز. نغليه يعني شويه وبعد نحطه في المرق. وهنا بعد ما صفيت الروز من الماء حطيته في الصحن يروح للفرن او البلاطو. نحط له الزبده وحطيت له الزيت كي كنت نغلي فيه باش يجي مفروز لا فابور. وهنا نضيف المرق. وهنا بعد ما فرغت المرقة في البلاطو اللي يروح للفرن نحط جبن مبشور. ونزيد نضيف الفخاد تاع الدجاج من الفوق.
والآن نحطه في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا وين خرجت البلاط على الفرن، طبق الأرز بالدجاج ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله، شهيتكم في الجنة، الله يبارك يا حبيبة. كيما جا الله يبارك ما شاء الله، شوف كيما جا ما شاء الله مفروز، الله يبارك جا حبة حبة. من فضلكم دعواتكم الوالديه بالرحمه ان شاء الله في جنه الفردوس الاعلى، وللجميع موتى المسلمين امين يا رب العالمين، اجركم عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنا كما تلاحظون طبق الارز في الفرن راهو جاهز، شهيتكم في الجنه، الله يبارك ما شاء الله، شات كل حبه وحدها، الله يبارك ما شاء الله. من فضلكم حطوا لي تعليق شباب كيما نتوما، والبصمه البصمه البصمه مع فلفل حلو مشوي، الله يبارك ما شاء الله. ما تبخلوش علينا بالتعليق والبصمة والكومنتير او التعليق شباب كيما نتوما، ولي ساكنين خارج الجزائر يقدروا يحطوا لي كلمة اون فرونسي ميرسي لتحت في مال الهاتف على يدك اليمنى، اذا حبيتوا طبعا كلمة شكرا بارك الله فيكم وربي يجعلكم في الجنة إن شاء الله. نشكركم جزيل الشكر اللي قاعد معي حتى الأخير، بارك الله فيكم ربي يحفظكم، مع السلامة في فيديو آخر إن شاء الله.